أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بدون سابق إنذار. في كل يوم رواية ليها مليون حكاية، من الواقع بداية. النهاردة الحلقة بتاعتنا تخص الغريمات، بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة معانا الأستاذ عبد المنعم نوح المحامي، رئيس اتحاد محامين ومحاميات مصر، ومعانا الحاجة أم يوسف. أم يوسف، أهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا حضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عبد المنعم. إحنا هنا عندنا الموضوع بتاع النهاردة الغريمات والغريمون من واقع المعيشة والحياة الإنسانية، بيتناول بعض صفحات التواصل الاجتماعي وحديث الشارع اليومين دول، وموضوع يستحق التحدث في ظل الظروف المراهنة اللي بتمر بها البلاد حاليا بعد موضوع كورونا. دلوقتي عندنا الغريمات او المجموعة اللي واخدة القروض متعسرين، وفي اواضي وفي مرفوع عليهم اواضي وهم مش قادرين يدفعوا. هو للاسف فعلا في على مستوى المحافظات كلها الاتحاد جمع مجموعه من الغريمات والغريمين. التوحش اللي بيتم ببعض الجمعيات الاهليه دكتوره كريمه، او القائمين على بعض الشركات اللي هي بتخرج اموال وبتلزم بدفع مبالغ اعلى من القيمه القانونيه ومستحقات، وتمضي هي وبنتها واختها وجارتها عشان مبلغ بسيط، ست بترعى ايتام وارامل. طب هو في سبب ان هم اخذوا ان هم طالبين مبلغ منها اكبر، يعني هي المستحقه عليها 700 جنيه الباقي عايزين 8000 جنيه، والمحامي اللي هو بتاع الشركه المختصه او الجمعيه الاهليه او الجمعيه الخيريه عايز برضو نفس الموضوع مبلغ كبير. طب انت دلوقتي حضرتك، احنا دلوقتي بنساعد الدوله المصريه وبنساعد الحكومه المصريه ان احنا نساعد الفقراء فعلا؟ احنا كده بنذبح الفقراء، بنمص دم الفقراء. والست دي لما تحبس وعندها حكم نهائي ايه اللي هيتم؟ اسرتها هتتشرد، اولادها مين هيصرف عليهم؟ مين هيرعى على الاولاد؟ مين بعد كده هي هتتدمر وبقت محبوسه في قضيه نصب، خيانه امانه، تبديد المبلغ؟ استاذ عبد المنعم، فين الرحمه؟ في الانسانيه يعني. طيب بالنسبه للشركات، ما فيش صفه اساسا للشركات اللي بتطلع القروض، عبارة عن يعني شركات ايه؟ للأسف الشركات دي عن طريق عمل جمعية أهلية بناء عليه بفتح أي شركة، أي مسمى، سواء يعني مثلا قانونا ولا عمل مش خيري. قانونا هو ده يعتبر مخالف لقانون الجمعيات الأهلية والخيرية، لأن ده يعتبر اقتصاد موازي بيضارب في البنوك المصرية، البنوك الحكومية، ده اقتصاد موازي متوحش قائم على أكل حقوق الغلابة والفقراء. واحنا قدمنا قبل كده بلاغ في احد القنوات في البرنامج مع الاستاذ محمد موسى وزيناش واكثر من حد في كذا برنامج اعلامي يا دكتوره، ناشدنا السيده وزيره التضامن الاجتماعي، فين الساده المسؤولين؟ في لازم يبقى في تشديد الرقابه، لان انت كده بتدمر الاقتصاد الحكومي، لان في بنوك مصريه، بنوك لها صفه هي اللي تخرج الحاجه دي ويكون عندها شيء من القانون وشيء من الرحمه في التعامل مع المواطنين. لكن انت هتسيب المواطن فريسه في ايد الجامعات الخيريه والجامعات الاهليه او بعض الشركات او تسهيل او اي مسمى، وفي الاخر ياخدوا منها اذا كان عليه مبلغ انا استغل الحاجه لقضاء مشروع او هتجيب تلفزيون او ثلاجه او بتساعد بنتها في تجهيزها عشان زوجها مش موجود، تقوم انت عائق عليها وتحبسها وتتدمر هي واسرتها وشردها؟ فين الرقابه؟ فين المسؤولين؟ انا بخاطب المسؤولين. طب استاذن حضرتك الحاجه احكي كده، انت كنت واخده القرض ليه؟ انا كنت حضرتك واخده القرض عشان خاطر بجيب بيه حاجات يعني وابيعها، وكنت بعالج جوزي، كان جوزي تعبان وكنت بعالجه. يعني انت كنت واخده القرض علشان جوز حضرتك؟ كنت الاول بجيب بجيب حاجات وببيعها، واللي بيطلع لي منها كنا بنصرف على البيت وبناكل منه، لان ما عنديش عائد تاني اللي هي الحاجه دي ان انا اصرف منها. وكنت ملتزمه بقى في سد القروض؟ كنت ملتزمه حضرتك. لا كنت ملتزمه حضرتك، وما كانش في حد بيتصل عليا ولا يقول لي مثلا اتاخرتي ليه او ما جيتيش، كان يتصل بيقول لي حضرتك خلصتي بتجددي؟ اقول له ماشي يا جدد. طب انت طلبتي
يعني انا لما نزلت عندكم المنطقه دخلت وشفت حالات يكاد اني محافظه باكملها متدمرين حضرتك، ما حدش عارف يسد ولا حد عارف يعمل اي حاجه، حتى اللي بتقعد قدام فرن وبتعمل شويه عيش عشان خاطر تسد منها او تاكل منها. انا دخلت عند حد مش قادره، جالها جلطه في رجليها وهي كانت واخده القرض بتعمل عيش وعلشان تبيعه وكانت بتسدد، بس تعثرت وحتى هي مريضه. مفيش يعني مريضه ومريضه فراش كمان. مفيش حضرتك ممكن تيجي حضرتك تشوفي. لا ما انا دخلت وشفت ممكن اي حد يجي يشوف كمان. انا شفت حاله موجوده من كتر ان هي مش قادره تسدد او ما فيش شغل علشان تسدد، تعمل ايه؟ باعت عفش البيت كله. ايوه ايوه كله باع، حتى جاز بناته، في ناس باعت جاز بناتها. كانت بايعه عفش البيت. ايوه ايوه. وكانت حاطه طوب وحاطه عليه المرتبه وبتنام عليه كده، وحاطه المرتبه وبتنام عليه وبتنام عليها. هو المفروض بقى فعلا بلا، انا عايزه اعرف فين القانون في النقطه دي بالنسبه للغريمات، اين القانون من هذا؟ القانون للاسف يعني احنا قانون الغريمات، الراجل ده مضاها على اصابعه، استغل حاجه الست دي الفقر او يا سيدي الفاضل انا بس ده تبديد يا سيدي الفاضل. انا سؤالي دلوقتي بس احنا بنتكلم ان هي بدل ما يبقى في حبس يبقى في غرامه تعديل. طب ما هو مفيش اساسا، مفيش من الاول فلوس تدفع علشان ما يجيلهاش الحبس او ما يجيلهاش القضيه علشان تدفع غرامه دلوقتي. دور بقى منظمات دور المجتمع المدني وجماعات الخيريه. أيوة. تساعد الناس الفقراء دي ضد الغول والتوحش اللي قايمه عليه بعض الشركات اللي بتخرج الناس دي بتستغل حاجتها للمبلغ المال اللي هي محتاجاه، او التلفزيون او الثلاجه او هتعمل اي مشروع بسيط. واخد بال حضرتك؟ المفروض الناس دي دورها تنهض وتساعد الفقراء والمحتاجين. فين بقى هم؟ يعني احنا نناشد مين؟ نناشد مين في حالات زي حاله يعني الحاجه يعني، غير ان في بيوت هتتشرد لما الام تخش السجن، في عندها بنات، في عندها اولاد، مين هيرعاهم؟ وبالذات بقى لما كانوا عيال صغيره كده. انا شفتهم بصراحه، شفت حاله اكتر حاجه عندهم اكبر سن عندها 3 سنين وارمله، وعندها كانت جايبه القرض مجرد عشه، صح؟ ايوه. كانت عشه بتربي فيها طيور، بعض يعني من الفراخ يعني كده، علشان تاكل اليتيم اللي معاها. اصبح دلوقتي ما عندهاش حاجه خالص، والله والله قاعده على البلاط. انت كنت ملتزمه زي ما انت قلتي لي؟ كنت ملتزمه والله، ما حد دفعني غرامه ولا حد اتصل عليا قال لي اخرتي ليه او كده. اخرتي من امتى؟ يعني من ساعه كورونا بدأتي ما تدفعيش؟ من شهر 3. القرض من امتى؟ من شهر 3. من شهر 3. من شهر 3 وانا ما معيش. وبعدين حضرتك مش معقول يبقى معايا مثلا ومش هدفع، يعني مش حابه ان انا اكون في الموقف ده. انا مش حابه اكون في الموقف ده. حكم نهائي. طب احنا عايزين واجب النفاذ للاسف يعني. طب حاله زي كده هو الاتحاد قايم في مساعده السيده الغريمه ديت، واحنا واقفين معاها. الاتعاب لوجه الله بتغير لوجه الله، لان رساله المحاماه الاخلاقيه الدفاع عن المواطنين، الدفاع عن الحق، الدفاع عن العدل. مؤسسه مصر الخير يقال برضه الحق ويقال برضه بتساهم. انا هحاول اكلم حد ان هم يدفعوا لها المبلغ ده او يساعدوها. يعني بس تعهد من حضرتك لازم يبقى في قبل، انا متعهد بالدفاع عنها، ولكن يعني انا بقول لحضرتك تعهد السيده وزيره الشؤون والتضامن الاجتماعي، يجب ان يكون في تشديد ورقابه على الشركات اللي بتتربح وبتتوحش وبتتوغل في الاقتصاد المصري، لان ده اقتصاد موازي بيضارف البنوك المصريه الحكوميه، بيدمر البنوك الحكوميه المصريه، واخده بال سيادتك؟ وكمان عائق على الدوله المصريه وعائق على مشروعات التنميه ومشروعات المجتمع المصري، لان الست دي لما تحبس هتدمر كل الاسره، وزوجها اللي بيموت ده اللي هي بتصرف عليه واولادها، مين هيصرف على الاسره؟ بتقول لك مات. توفى كمان؟ توفى. يعني ما تواصلت معانا عن طريق الاتحاد يا دكتوره كريمه، احنا واقفين معاها، واخده بال سيادتك؟ بس فين الرحمه؟ فين الانسانيه؟ فين الضمير عند بعض، يعني مش عام ما اقول كل رجال اعمال، بعض الناس اللي بيستغلوا
يعني فقر، فقر المواطنين ده او غير فقر جشع السيدات، جشع استغلال وغلاء الموارد وغلاء كل حاجه. كان الله في عونك. يعني انا بطالب بتدخل منظمات المجتمع المدني فعليا على ارض الواقع، مش تكون جمعيات مكتوب جمعيات خيريه فقط لعمل خيري، ما بتقومش بالعمل الخيري. واخده بال حضرتك؟ لازم تقوم بده، يقوموا بدورهم مع التواصل عند مثلا الفقراء، اوصل للست دي محتاجه فعليا، اروح واساعدها واساهم معاها. دور برضو الاحزاب، احزاب كلها، فين دور الاحزاب فعليا على ارض الواقع؟ انتوا المفروض تنهضوا مع الحكومه المصريه والدوله المصريه وتساعدوا برنامج الرئيس في مساعده الناس الفقراء. ده دور القاده. طيب. اللي موجودين. اوكي، معانا مداخله تليفونيه. الو. 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 ايوه، عرفي نفسك كده. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم دعاء. ازيك يا استاذ دعاء، عامله ايه؟ اتفضلي. ماشي. طيب اللي هم اهل الخير ما يدفعولهاش ليه؟ اهل الخير ما يدفعولهاش ليه؟ هو ده احنا بالنسبه لنا المبلغ اللي هي بالنسبه لها المستحق، احنا بنتواصل مع الناس. استاذن حضرتك نرد على الاستاذه دعاء. بصي يا استاذه دعاء، احنا هو الفاعل خير بيعمل فاعل خير، احنا مش هنيجي نقول لهم 1350 حاله. مش هنيجي نقول لهم احكام نهائيه. 1350 حاله مستوى. مش مدام الجيزه بس، 1350 حاله. الو، الخط قطع. طيب انا ارد برضو على استاذه دعاء. يا استاذه دعاء، احنا مش هنشد. لا، في اهل الخير دفعوا يا فندم حقه. اهل الخير احنا مش هنشد اهل الخير ان هم هنجيبهم نقول لهم تعالوا ادفعوا كده. فاحنا دلوقتي بنحل مشكله عامه على مستوى جميع المحافظات، مش مشكله واحده بس، يكاد جميع المحافظات فيها الغريمات وبكثره. حاله من الحالات، نموذج في محامين بيساعد استاذه كريمه وبعض ضباط الشرطه بيساعدوا. انا عايز اقول واقعه، احنا دلوقتي يا استاذ دول اهل الخير. استاذ عبد المنعم، انا عارفه. لا احنا دلوقتي احنا بنجيبهم الشخصي. يا استاذ عبد المنعم، استاذ عبد المنعم، احنا دلوقتي بنتكلم، احنا حاله زي كده احنا نعمل ايه؟ احنا بنناشد المسؤولين، بنناشد رجال القضاء في الحاله دي، الشؤون الاجتماعيه. يعني حاله جالها حكم وما عندهاش حد يقوي بنتها او ابنها. عندها، انا سمعت منك ان ابن حضرتك مريض وعامل حادثه ونايم على السرير. الو. الو، معانا مداخله. الو. الو. الو، مع حضرتك سامي ابراهيم المحامي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا يا فندم. الو، مع حضرتك. ايوه، اتفضل استاذ. استاذ سامي، اتفضل. مساء النور على حضرتك. وبهذا الاستاذ عبد المنعم النور. تحياتي معاليك يا سامي بيه، تحياتي مع حضرتك. حبيبي يا معالي الرئيس، احنا بنناشد رئيس الجمهوريه على طول يا استاذ عبد المنعم. الموضوع ده بقى موضوع شائك. انا بنضم لكلام حضرتك، فعلا صح يا استاذ سامي، لان فعلا وجب تدخل القاده، مؤسسه الرئاسه فعلا، لان توغل وتوحش الناس دي ده يعني حبس الفقراء واذلال الفقراء. بس هو بس إيه، انا عايزه يعني. لو سمحت بالنسبه لسياده الرئيس ما قصرش. طبعا ما قصرش في اي حاجه. اسمعني بس. لا احنا الحكومي. لا بالنسبه لسياده الرئيس، الرئيس ما قصرش طبعا. الرئيس في اي حاجه اهتم بالفقراء بالفعل. ولكن احنا بنتكلم عن مجتمع. تمام. مجتمع مدني، جماعات اهليه، شركات مؤسسه. انا دلوقتي بس مش تاثير من الرئيس. اتفضلي استاذ عبد المنعم. اتفضلي. احنا دلوقتي بنناشد ان احنا نحل الموضوع بتاع الغريمات، ان كانت مراه، ان كان رجل، ان كانت بنت يتيمه وواخده القرض. فاحنا معانا مشكله عايزين نحلها. احنا دلوقتي قانونا واحده جالها حكم، نعمل ايه؟ يعني واحده جالها الحكم البيت مثلا، تمام، ايه المطلوب ان هي تعمل؟ المطلوب ان هي تجري من مكان لمكان، من مكان لمكان.
هتفضل بقى يعني اللي انا على حد علمي هتفضل تفضل تهرب من هنا لهنا لهنا وتسيب اسرتها وتسيب اولادها؟ طيب ده حكم نهائي. طيب يعني الناس عايزه الصالح، عايزه اصل الدين مضاعف، مش عايزه الحق، مش عايزه اصل المبلغ اللي هم 700 جنيه ده، عايزين 8000 جنيه. لا لا انا سمعت في محامي كذا، ده انا بتكلم على بعد الوقائع مش حاجة. هي شخصيا هقول لحضرتك، هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. اللي انا عرفته ان لما بيجي مضيها لما تيجي تاخد القرض بتمضي، لو انتوا خمس افراد بتمضوا كل فرد على نفس المبلغ، على نفس المبلغ اللي احنا خدناه. انت يعني واخد بال حضرتك؟ يعني بيمضوا يعني مثلا انت هي واخده مثلا 5000، الخمسه بيمضوا على نفس المبلغ 25000 وبيشكوا واخده واحده بال 25000 او بال 30000. انا عايزه اعرف الشركات، المجموعه اللي ضمنوا بعض كله، الشركات الشركات اللي بتدي القروض دي اين هي من الرقابه؟ للاسف للاسف الشديد انا طالبت اكتر من مره السيده وزيره الشؤون الاجتماعيه والتضامن الاجتماعي وبعدين دور الرقابه استاذ عبد المنعم، المفروض هم يساعدوا معالي الرئيس في تنفيذ البرنامج الرئاسي، والرئيس بالفعل ساعد الغارمات وافرج عنهم كتير. ايوه معالي الرئيس سيسي انا بشكره، بشكره على الهواء لان قام بدور في مساعده المراه المصريه المعيله والغارمات، بس ده دور الحكومه المصريه، دور السيدة الوزيرة. فين الرقابة من وزيرة الشؤون والتضامن الاجتماعي على الشركات ديت؟ الصفة القانونية ان هم يتوغلوا ويتوحشوا لمنافسة اقتصاد حكومي زي الاقتصاد البنوك. بعد اذن حضرتك. الو 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 ايوه انا جدا 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 على الكلام بتقولوه ده. الو بشكر حضرتك على الكلام ده. وانا دكتور الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب ممكن حضرتك بس وطي صوت التلفزيون شويه عشان اعرف اسمعك. طيب ممكن حضرتك بس تتصل عشان ما فيش اتصال. ممكن حضرتك تعيدي الاتصال تاني؟ نكمل مع حضرتك، نكمل مع حضرتك. تمام يا دكتوره كريمه، هو احنا فعلا زي ما قالت اللي كانت بتتصل، احنا بنشكر القاده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا على الدور الاقتصادي الهام والتنموي اللي تم في مصر ومساندته للفقراء فعليا، خاصه المراه المعيله والغارمات، ولكن اللي بيتم ده تاثير من بعض الوزراء، مش معقوله كل حاجه الرئيس هيشيلها، مش كل كبيره وصغيره الرئيس عبد الفتاح السيسي هيشيلها في البلد. فين دور السيده الوزيره والرقابه في مراقبه الشركات دي؟ عايزه اقول لحضرتك حاجه، عايزه اسال سؤال، عايزه اسال سؤال. اتفضلي يا دكتور. دلوقتي لما بتدفع الغرامه بتاعت التاخير كام؟ يعني ممكن ادفع مثلا 80، ممكن ادفع 70، ممكن قانونا 50 قانون ان هي تدفع غرامه؟ لا وساعة أزمة كورونا وساعة الظروف بتاعت كورونا ما فيش أي الريس شيء قانونا يدل على كده. الريس وقف دفع القروض لغير المتعسرين. لا يا دكتورة، للبنوك فقط. لا ولا لا، دي شركات للأسف للأسف، يعني أنا مش عارف إيه الصفة القانونية اللي قايمين عليها بيدوا الناس دي ويستغلوا مص دم الفقراء والمواطنين. البنوك المصرية يشكر معالي الرئيس سيسي صدر فعلا بتجميد ان هم يدفعوا المبالغ عشان ازمه كورونا والازمه اللي احنا بنمر بيها لازمه الوباء العالمي، ده دور الحكومه الرحمه بينا. الموضوع ده موضوع كبير جدا، لكن الشركات ديت فين الرقابه؟ في حلقات تابعه تاني ومكمله بامر الله، لان ده موضوع مش هيكفي حلقه واحده. نتمنى ان احنا نقف مع الغارمات، لان ممكن تكون امنا، ممكن تكون اختنا. تعثروا الجميع، كافة فئات المجتمع دلوقتي ممكن يتعثروا، البنت والاخت والام. ما هي دي المرأة المصرية اللي بيهتم بها الرئيس، اللي بيقول الاهتمام يا استاذة كريمة بالمرأة المصرية المعيلة، بالمرأة المصرية اللي هي دلوقتي حاليا بعض جشع رجال اعمال وبعض الشركات بيستغلوا مص دم الفقراء والغلابة وحبسهم. وسيادة الرئيس اسمعني بس، سيادة الرئيس بالنسبة للغارمات
قمر بسجون بلا غريمات. يعني قمر كده سجون بلا غريمات، يعني فعلا مش عايز يشوف غريمه واحده في قلب السجن. فعلا ده اللي ده قرار طلب بيه رئاسي نازل، ده اللي طلب بيه سياده الرئيس فعلا. طيب فين بقى؟ ما هو رجال الاعمال دول انتوا ضد الحكومه المصريه، انتوا دلوقتي بتعيقوا التنميه والاقتصاد اللي بيعمله الرئيس. احنا المفروض فعلا، لا احنا دلوقتي جمعيات الاهل بعض، انا بقول جمعيات الاهليه يا دكتوره كريم، طب اوضح رؤيتي. احنا ما نخشش، اسمعني طيب. احنا مش هنطلع من موضوع الغريمات نخش موضوع تاني طيب. اتفقنا. دور الجمعيات الاهليه والشركات دي تساعد فعلا. انا دلوقتي عايزه احل مشكله المواطنين. الحاله واللي زيها. طب ما انا هحل حاله زي كده وباقي الحالات. ما انت انا عايزه ده موضوع جزء على مستوى المحافظات. دلوقتي هي هتعمل ايه؟ سيبك من يعني ان احنا نخش في شق تاني او حوار تاني. الشق القانوني انا واقف مع موضوع المساعد الخيري هنحاول. طب والباقي يا دكتوره؟ الشق القانوني على راسي من فوق وما اقدرش اقول فيه حاجه. تمام؟ حكم نهائي لازم تصالح محامي يعني ويروح للطرف الثاني ويجي يتم التنازع على الشكوى في التنفيذ. ويا ريت نتابع الموضوع بتاع الغريمات لان هو مش موضوع قليل او موضوع سهل. اتمنى 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 من المسؤولين يبصوا نظره للغريمات والغريمين. نشكر حضرتك. ربنا يحفظك، انا شرفت بيك، شرفت بيك. وان شاء الله لينا لقاء تاني لان ده موضوع مش هين لينا لقاء مره ثانيه. شرف ليا، تحت امرك. بشكر حضرتك وبقول لك ان شاء الله فرج ربنا قريب ان شاء الله، وربنا يصلح الحال ان شاء الله، ربنا ييسرها ان شاء الله بامر الله ان شاء الله بامرك. واحنا عشمنا والله، احنا عشمنا في الرئيس السيسي يعني ان هو يعني يقف جنبينا ويمد ايده لينا كده إن شاء وعايزين الله. كده نرمضن في بيوتنا كده ونبقى كويسين زي الناس إن شاء يعني الله. إن شاء يعني الله الحمد لله رب العالمين يعني إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين نرجع فاصل، نطلع فاصل سوري ونرجع تاني.